بيكم في قناة ديك البرابر. النهاردة هعمل لكم حليب الجوز الهند أو لبن الجوز الهند، تقدري تستخدميه في عمل الحلويات، تعملي بيه شوكولاتة نوتيلا، تعملي بيه أي حاجة. أهو جوز هند دوت مبشور، كان عندي من مثلا من رمضان، متبقي من رمضان، مفيش حد ما عندوش جوز هند متبقي من رمضان. عندك كمية كبيرة ممكن تستخدميها. هنجيب مثلا كوباية جوز هند مبشور من دوت ناعم، وهحط عليه، ادي كوباية اهي، هحط عليها بقى كوبايتين مية سخنة. مية سخنة بتغلي، حط على نفس الكوباية دي كوبايتين مية سخنة بتغلي على الجوز الهند دوت، واسيبه وانقعه ليلة كاملة، وبعد كده هضربه في الخلاط. يعني دي خطوة اللي انا هنقعه، هسيبه كده ليلة كاملة، احط عليه مية سخنة بتغلي. انا بسخن مية على النار. بعد ما حطينا كوبايتين مية سخنة بتغلي على كوباية جوز هند مبشور اهو بالشكل ده، انا هسيب جوز هند كده منقوع في المية دي ليلة كاملة عشان ينزل كل الفوائد اللي فيه في المية، وبعد كده بكرة مثلا هضربه في الخلاط. يعني لازم يتساب ليلة كاملة، أو مثلا ممكن نسيبه من الصبح لبالليل. بصوا، لازم ينزل كل الفوائد اللي فيه في المية عشان يبقى حليب فيه كل فوائد الجوز الهند. ماشي، أنا هنقعه، وبعد ما منقعه يوم كامل واضربه في الخلاط، وانا بضربه في الخلاط هوريكم هيبقى شكله عامل ازاي. جوز الهند بعد ما طلعناه من التلاجة بيته ليلة كاملة في التلاجة، كوباية جوز هند عليها كوبايتين مية دافية، هضربهم دلوقتي في الخلاط، وبعدين اصفيهم بمصفى سلكة او شيشة. اهو حليب الجوز الهند اللي طلع لنا بعد ما ضربنا الجوز الهند اللي بيتناه في التلاجة ليلة كاملة دوت. الحليب دوت ممكن نستخدمه ونطلع منه زيت جوز هند زي ما وريتكم قبل كده، او ممكن نعمل منه ماسك للوجه، او ممكن يدخل في تصنيع الحلويات الهريسة والبسبوسة والنوتيلا. اما الجوز الهند اللي طلع دوت فاحنا مش هنرميه، ممكن نحمصه ونستخدمه تاني نزين بيه الهريس الكيكة والتورتات، او ممكن ناخد جوز الهند اللي طلع دوت ونعمل بيه سكرابت للوش، صنفرة للوش، نحط عليه معلقة كريم ومعلقة جوز هند من دوت، ونصنفر بيه الوجه في حركات دائرية، يعني مش هنرميه. ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر، واشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.